الخطه المستقبليه ان احنا اي منتج بننتجه بيبقى عندنا حافز كبير جدا ان احنا نوقف استيراده. نوقف استيراده مش ان احنا نقول للدوله وقف استيراده، لا، من ناحيه ان احنا ننتج منتج كويس وبسعر كويس، وده حافز عندنا. والحمد لله اوريدي نصار جروب النهارده عندها اكتر من منتج وقف استيراده في البلد، وقف استيراده ووقف عمله صعبه بشكل كويس جدا. تمام. على سبيل المثال احنا من حوالي نقول من 8 اشهر كنا بنستورد، يعني مصر بتستورد مش اقل من 2000 طن المسامير الصلب اللي احنا قلنا عليها 8 و8 دي اللي حجم جاي ذكرها. النهارده احنا بنصنع مش اقل من 1000 طن في الشهر، 1000 طن ده حوالي 2 مليون دولار. يعني معنى ان احنا النهارده في منتج واحد نوفر 2 مليون دولار. فعندنا تحديات ان احنا نزود المنتج ونزود منتجات ثانيه، وفي منتجات ثانيه الدافع اللي عندنا ان احنا نوقف الاستيراد. والحقيقه مش مصر بحالها انها تعرف ان نصار جروب وقف استيراد، العالم كله عارف الكلام ده. يعني بعض المنتجات اللي احنا بنصنعها بنتصدع في بعض الدول المصدره للمنتج ده في مصر ان نصار جروب عمل المنتج ده. اول ما نصار جروب بيعمل المنتج ده اعتقد بيسمع جامد جدا وبيبقى فيه تكر بالنسبه للدول المصدره دي. نصار جروب رواد صناعه الاسلاك والمسامير الصلب في مصر والشرق الاوسط.